كلنا عارفين ان رامز جلال بيتعمد كل سنة ان تسيطر حالة من الغموض والتكتم حوالين برنامجه، وده يعتبر نوع من انواع الدعاية والتسويق للبرنامج. ورامز جلال اختار اسم رامز مريض نفسي علشان يكون اسم برنامجه في موسم رمضان 2021، وهيتم تصويره في دولة المغرب. ومن المتوقع ان فكرة البرنامج هتدور حوالين لقاء الضيف في قصر تاريخي قديم، والقصر ده هيتم فيه التصوير، وبياخدوا الضيف جولة وبيبتدوا يشرحوا للضيف كل حاجة كانت بتحصل في القصر، وإن كان في أشباح كانت بتظهر للناس اللي كانت بتزور القصر ده. ومع مرور الوقت ما بقاش في أي حاجة بتظهر، ولحظة دخول الضيف في مكان تنفيذ المقلب بيتم انقطاع النور بالكامل، وبعد ثواني بيرجع النور عادي، وده علشان يطمنوا الضيف ويكمل معاهم باقي الحلقة. وفي وسط الجولة الأرض بتبلع الضيف في حفرة عميقة مظلمة بالكامل، ومن هنا بيبدأ المقلب وبيتفاجئ الضيف.